لابد من التأكيد على أنه الأمن الصحي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل، لما له من أهمية على كافة الصعد، سواء كان على الوضع الصحي للمواطن أو حتى دوره في التنمية والقطاع الاقتصادي بشكل عام. في ظل بقاء معدلات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مستوى مرتفع، تبقى الخشية قائمة حول قدرة النظام الصحي على الصمود في مواجهة الأزمة. ومع حصيلة اليوم، ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الأردن منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 36 ألف إصابة، بينها 330 وفاة. مستجدات الوضع الوبائي في ضوء التغيرات التي طرأت على تشكيلة مسؤولين عن إدارة الملف الصحي في المملكة وغيرها من المحاور المتعلقة بأزمة كورونا، نناقشها مع رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس هواري. أهلا وسهلا بك دكتور فراس. إذن لو تضعنا في صورة الاستراتيجية الجديدة في التعامل مع مكافحة الوباء. بالتأكيد اليوم حقيقة في قراءة البيان الصادر اليوم هناك رقم لأول مرة نراه بشكل واضح، وهو نسبة من تم إدخالهم إلى المستشفيات، وهذا رقم حقيقة مهم جدا، واليوم هو كان 92 من 1500. هذا يعني أنه حوالي 6% فقط من جميع الإصابات التي تم تسجيلها دخلت إلى المستشفيات. أتمنى من الآن فصاعدا أن نراقب هذه النسبة ونراقب هذا الرقم، ونحن بحاجة حقيقة لمعرفة رقم آخر اليوم حتى يستطيع من الآن فصاعدا أي مواطن في منزله معرفة وقراءة الوضع الوبائي وبشكل واضح، وهذا الرقم هو عدد الأسرة المخصصة لاستقبال مرضى الكورونا في المملكة. إحنا اليوم عندنا 1020 حوالي شخص يتعالج في المستشفيات. ما هو يا ترى العدد الكلي للأسرة المتوفرة حتى نعلم كم حجم الضغط على القطاع الصحي؟ لأنه إذا كان فقط 6% اليوم من يتم إصابتهم بهذا الفيروس يحتاجوا إلى الدخول للمستشفيات، حقيقة هذا رقم مشجع إلى ما أخذناه في الأيام القادمة وقارناه ووجدنا أن هناك استقرارا في عدد المرضى في المستشفيات. إذا اليوم إحنا نستطيع أن نكون مرتاحين أكثر لما يحدث. نقطة ثانية اليوم من قراءة البيان أنا بعتقد، ولكن قبل الانتقال إلى النقطة الآخر دكتور، معلش أعذرني دكتور فراس، يعني هذا الاستقرار كيف تفسر أيضا في ضوء ارتفاع عدد الوفيات؟ وبالتالي هناك أسئلة تطرح حول ما إذا كان هناك كادر طبي كافي خصوصا في غرف العناية الحديثة، هل من أطباء مختصين في أقسام العناية الحديثة وليس فقط يعني توافر الأسرة دكتور فراس؟ رائع، هذا بالضبط ما كنت أود أن أنتقل إليه الآن، أنه إحنا اليوم إذا استطعنا أن ننظر إلى هذه الأرقام ونتابعها من الآن فصاعدا، يعني نتابع نسبة الإصابات التي يتم دخولها إلى المستشفيات ونسب الإشغال، بالتالي اليوم نستطيع أن نوجه اتجاهنا. يعني إذا اليوم عندي أنا 5000 سرير مخصص للكورونا بما فيه أسرة العناية المركزة ونسبة الإشغال فقط 1000 سرير، إذا أنا اليوم عندي نسبة الإشغال متدنية وباستطاعتي اليوم أنا أتحمل المزيد. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، اليوم يجب أن نركز على أمور أساسية. أولا الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي مرتفعة جدا وهي غير مقبولة. اثنين يجب أن نزرع قليل من الإطمئنان بين العاملين في القطاع الصحي، لأننا اليوم نجد ونلمس هناك خوف شديد من التعامل مع المرض وخوف شديد من التعامل مع كل ما يستلزم من دخول وخروج إلى المرض. أما عن وفيات العناية المركزة فهذا رقم آخر يجب أن نراقبه من الآن فصاعدا، لأنه إحنا سمعنا في لقاءات سابقة أنه من ينجح في الخروج من العناية المركزة هو 20%،
هذا اليوم الرقم تم تجاوزه في كل العالم. حقيقة البي بي سي اليوم نشرت دراسة جديدة عن ما هو متوقع لمرضى العناية المركزة، واليوم الحديث عن على الأقل 60 إلى 65% ممن يدخلون العناية المركزة يجب أن يخرجوا منها أحياء. إذن كيف نتعامل مع هذا الواقع اليوم؟ كيف نحسن؟ نحن بحاجة لوضع حلول ليس فقط النقد. الحل اليوم أنا بعتقد في ظل نقص الكوادر والضبط الإلكتروني تخصيص مكان أو أكثر يتجمع فيه خبراء في هذا المجال مؤلفين من أطباء عناية مركزة، طبيب وصيدلاني سريري وممرض عناية مركزة وفني تنفسي، وممكن الاستعانة بآخرين مثل أخصائيين الأغذية وما شابه ذلك حسب الحالة. هؤلاء يتواصلوا اليوم مع الأطباء الرائعين اللي فعلا تعبوا اليوم على مدى الأشهر السابقة، يتواصلوا يوميا، يستطيعون مراجعة كل البيانات الطبية والصور الشعاعية، ومن ثم القيام بقرار كيفية العلاج اليومي لهؤلاء المرضى. ونستطيع أن نقوم بهذا المرور على المرضى إلكترونيا يوميا، وبالتالي نستطيع أن نغطي عدد أكبر من المستشفيات وعدد أكبر من وحدات العناية المركزة، ونستوعب إصابات أكثر، ونستطيع إن شاء الله من خلال هذه الطريقة صحيح. والاستعانة بالموجودين القلائل أن نخفض من نسب وفياتنا في العناية المركزة. وربما هذا ما يفسر ما صرح به وزير الصحة اليوم، قال بأنه يجب دراسة البروتوكول العلاجي أول بأول. وهنا أيضا أريد أن أشير إلى توحيد البروتوكول العلاجي، يعني كان هناك لا أعلم إن كان اختلاف بطرق العلاج بين بعض المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية، هل تم توحيدها؟ وبما يخص أيضا الكادر الطبي، يعني هم أيضا بشر لهم عائلاتهم وهم ليسوا مجرد أرقام، وبالتالي يجب حماية حياتهم بالدرجة الأولى الأطباء والممرضين. وبالتالي هل أيضا البروتوكولات، يعني هل تم تحديث البروتوكولات التي تحمي حياتهم سواء من المعدات المستخدمة أو حتى القوانين الإدارية التي تفرض في المستشفيات؟ يعني أنا اطلعت على البروتوكول العلاجي السابق، وأنا أعلم أنه اليوم في عملية تحديث لهذا البروتوكول، والبروتوكول العلاجي للأسف كان يركز أكثر على الأدوية المستخدمة. اليوم إحنا يجب أن نتجاوز هذه المرحلة، لأن هناك فقط دواء واحد استطاع أن يخفض نسب الوفيات، وهو الدكساميثازون. حتى الريمدسيفير في اليومين الماضيين شبه منظمة الصحة العالمية شبه أعلنت وفاة هذا الدواء، سنبقى نستخدمه إلى فترة إلى حين التأكد تماما من انتهاء الفائدة من هذا الدواء من عدمها. ولكن ما هو أهم حقيقة من الأدوية المستخدمة، لأن الأدوية الباقية حقيقة كلها لم يثبت فعاليتها، سواء فيتامين سي أو الزنك وما شابه ذلك، كله لم يثبت حقيقة فعاليته بدراسات أنه مفيد. لكن ما هو أهم من ذلك هو الإجراءات اليومية للعناية الحثيثة، وأيضا التعامل مع أجهزة التنفس المختلفة بمختلف درجاتها، من حيث الأجهزة البسيطة إلى أكثرها تطورا، والأنابيب التي يتم إدخالها في القصبات الهوائية. وهناك ثلاث أنواع من الأجهزة، هذه تحتاج إلى خبرة في التعامل. أيضا طريقة عملية تنفس المريض وإبقاؤه على بطنه حتى قبل وضع الأنبوب في القصب الهوائي لفترة طويلة حتى نشتري الوقت. اليوم هناك كثير من البروتوكولات لم يتعرض لها البروتوكول العلاجي، وأنا أسميه حقيقة بروتوكول دوائي، لأنه لم يتم تغطية النقاط التي تفضلت بها. وما نحتاجه اليوم إشاعة اليوم الطمأنينة والثقة بين العاملين في القطاع الصحي ضرورة هامة جدا، حتى لا يكون هناك شللا صحيح. ولا يكون هناك من المريض، وبالتالي ترتفع نسبة الوفيات. طيب دكتور، في ظل الانتشار المجتمعي اليوم في الأردن، الخيارات للأسف باتت محدودة، فإما الالتزام، الكمامة، التباعد، أو الحظر الشامل أو الجزئي. برأيك دكتور، هل ستفرض على طاولة القرار صانعي القرار سيناريو الحظر الشامل، وهذا ما يخشاه جل الأردنيون؟ أشكرك جدا على هذا السؤال. في بداية الأزمة تحدثنا عن شروط رفع الحظر الشامل، يعني كنا نعاني من الحظر الشامل، وكان هناك أربع شروط لرفع الحظر الشامل. الشرط الأول هو
نسب التكاثر للفيروس أو العدوى انتشار العدوى بين الناس إذا زادت عن 1.5 واليوم هي ازدادت. أيضا نسبة الفحوصات الإيجابية، وأنا لا أستطيع اليوم أن أقول أني أثق بأن هذه الفحوصات اليوم تجرى يوما بيوم، ولذلك اليوم النسب نراها تختلف، يوما هي 5% وبعد يومين ثلاثة هي 11%. هذا تذبذب واضح كبير جدا بالنسب، يختلف عن التذبذب في الأرقام عدد الحالات. كنا نقول نقبل التذبذب في الأرقام، لكن التذبذب في هذه النسب أن ترتفع من 5 إلى 11 ثم تعود إلى 5 خلال أيام، هذا يدل على أننا لا نستطيع أن نثق بهذه الإجراءات. هناك العامل الثالث وهو الرأي العام. الرأي العام جميعنا اليوم من مواطنين أو مسؤولين ضد الحظر، وبالتالي بقي فقط عامل واحد اليوم وهو سعة القطاع وقدرة القطاع الصحي على استيعاب الإصابات. ولذلك قلت في بداية المقابلة يجب أن نعلم عدد الأسرة المخصصة، فإذا كان اليوم على سبيل المثال نسبة الإشغال هي 1000 سرير من 5000، إذا إحنا في نعمة ويجب أن لا نقلق، ولن يكون خيار الحظر الشامل مطروحا على الطاولة. أما إذا كانت نسب الإشغال اليوم قد شارفت على 90% أو 100%، علينا أن نتذكر أن الأردن اليوم لا يعالج فقط كورونا، نحن نعالج أمراضا أخرى، واليوم ليس فقط غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس هي المهم، وإنما الكادر. يعني إحنا باستطاعنا اليوم نوفر كرفانات ونوفر أماكن لكن إذا لم يكن عندي عدد من الأطباء والممرضين هذه كلها ستذهب سدى ولن نستطيع استخدامها. ويجب أن نبقي في بالنا اليوم أن خطط الطوارئ في أي بلد في العالم يجب أن تضع دائما احتمالية حدوث الكوارث الكبرى. وعانينا في الأردن قبل شهرين من حدوث حالات تسمم، يعني حدث عندنا 1000 حالة تسمم خلال 72 ساعة تطلب دخوله إلى المستشفيات، وأيضا هناك احتمالية الحوادث الكوارث عن حوادث السير الكبرى اللي بنسميها إحنا دائما الماس كاجوالتيز. يجب أن تكون في بالنا لأنه بحاجة إحنا ليس فقط للأماكن وإنما بحاجة للكوادر. لذلك اليوم من الضروري تقييم بالفعل وضع القطاع. نعم، ربما يعني كنت أود الإشارة بأننا نسابق الزمن ليس فقط في الأردن ولكن في العالم أجمع، وبالتالي يعني أهمية الوصول إلى نتائج البي سي آر بأسرع وقت ممكن. يعني هل من آلية يتم بها تبليغ المخالطين بنتائجهم بأسرع وقت ممكن وبالتالي السيطرة على انتشار هذا الوباء، وأهمية أيضا ربما دمج المناطق من أجل تسهيل عملية التقصي للجان الوبائية؟ أنا أعتقد أن الجميع اعترف أن هناك تأخر في عملية ظهور النتائج في البي سي آر، لذلك أنا اليوم أقترح أن يكون الأرقام التي ننظر إليها اليوم في ظل عدم القدرة على التعامل مع العدد الكبير مع عينات البي سي آر أن تكون عدد الحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات ونسب الإشغال. أنا بعتقد اليوم للمواطن هذه أسهل، أقدر أنه يراقبها سواء كان المواطن أو الإعلام، وبإمكاننا اليوم أن نرسل هذه الأرقام بشكل جيد، لكن علينا أن نعلم عدد الأسرة المتوفر وبالتالي نستطيع كل يوم أن نقدر وضعنا الوبائي وبشكل بسيط. أتمنى حل مشكلة البي سي آر، طالبنا منذ بداية الأزمة تدريب الكوادر الصحية، المشاركة بين القطاع العام والخاص، تحدثنا عن اللامركزية. للأسف يعني هناك يعني مل الوقت بشكل سريع دون أن نقوم بالتحضير للحظات الحالية واللي كلياتنا كنا نتوقعها. يعني لطالما تحدثنا عن الشتاء وأن الشتاء سيكون صعبا، لكن يعني مل الوقت. اليوم إحنا يجب أن نركز على الحلول أكثر من نقد ما فات. بإمكاننا أن نتدارك الأمر، هناك إشارات مضيئة. أنا بعتقد حديثنا في بداية الأزمة عن أن نسب من يحتاج إلى المستشفيات قد يكون أقل في بلدنا بسبب صغر عمر المواطن الأردني، الآن بدأ يتضح من هذه الإصابات، وأتمنى أن تبقى هذه الأرقام دائما نعم دكتور ضمن يومي وأن يتم مراقبتها بشكل يومي.
أعذري من المقاطعة ولكن لضيق الوقت، دكتور سؤال هام يسأل كل مواطن ربما اليوم، هل يعني كل أحد يشعر بالزكام هل هو مصاب بكورونا؟ هل هو مذنب؟ عليه أن يفترض أنها كورونا حتى يثبت العكس، لذلك ليس بالضرورة أن يقوم بإجراء الفحص ولكن يعزل نفسه في منزله. القاعدة تقول 10 أيام إذا ما في أعراض يستطيع أن يخرج وهو غير معدي إذا كان لا يكون عنده أي عرض واختفت الحرارة. الأسلم اليوم خاصة في ظل الضائقة في عملية إخراج نتائج الفحوصات بالسرعة الممكنة البقاء في المنازل افتراض أن هي كورونا حتى يثبت العكس والتعامل معها بهذا الشكل، وهذا أيضا حقيقة هو ما يجب أن نقوم به حتى مع الإنفلونزا العادية، لا ينصح بالذهاب إلى العمل إذا الشخص مصاب بالإنفلونزا العادية. شكرا لك دكتور فراس هواري على هذه المعلومات القيمة، شكرا جزيلا لك.